أرقام جديدة أصدرها المعهد الوطني للإحصاء التونسي حول نسبة البطالة بالبلاد خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبقى مشكلة البطالة تراوح مكانها كما العامين الماضيين بنسبة نحو 15.4%. هكا يكون عدد العاتلين عن العمل في حدود 638 ألف مقابل 634 ألف تم تسجيلها خلال الثلاثي الأول لسنة 2018 و 626 ألف تم تسجيلها خلال الثلاثي الثاني لسنة 2017، تقريبا نفس الستركتور تاع العاتلين. الفعاليات الشبابية بالمجتمع المدني اتهمت الحكومة الحالية بالفشل في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها تفشي ظاهرة البطالة في صفوف خريجي الجامعات وعدم توفير وظائف لهم مع استمرار الأزمة ما بعد سقوط نظام بن علي. كان المفروض البحث يعني في آليات حقيقية وواقعية لمقاومة البطالة وإصلاح المنظومة الاقتصادية بشكل كامل، اللي هي بالضرورة باش تحاول تنقص من مشكلة البطالة، إصلاح المنظومة التربوية اللي سنوين الجامعة التونسية تخرج بالآلاف بين 50 و70 ألف سنوين خريج جديد. البحث في الأسباب والتشخيص الدقيق لوضعية البطالة هو السبيل الوحيد والسبيل وقارب النجاة لإنقاذ البلاد من وضعية البطالة اللي فيها. أرقام 15.4 رقم بعيد كل البعد عن الواقع. ووفق الإحصائيات الرسمية تتوزع أعداد العاطلين عن العمل من الجنسين إلى 12.5% من الذكور مقابل 22.7% للإناث، بينما بلغت نسبة البطالة في صفوف أصحاب الشهادات الجامعية العليا من الشباب 18% مقابل 38.7% للإناث. لا زالت مشكلة البطالة قائمة لتشكل بذلك تحديات أمام الحكومة التونسية، فهل ستنجح السلطات في إيجاد خطة بديلة أو جديدة للحد من هذه الظاهرة أو التقنين منها؟ ياسر دبابش، الغد، تونس.